ما هما النوران اللذان نزلا من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سورتان عظيمتان لا تقرأ بحرف منهما إلا استجابه الله سبحانه وتعالى. اليوم سنتحدث عن سر من أسرار استجابة الدعاء، فتابعونا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أخي الحبيب، هناك الكثير من الأسرار من حولنا، وكثير من الناس يغفل عنها للأسف. ثق تماما أن القلة القليلة فقط هم من سيدخلوا الجنة، القلة القليلة فقط هم الفائزون، القلة القليلة من الناس فقط هم من سيحظى برضا الله ومحبة الله. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي خلق البشر ويعلم ما بأنفسهم. الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. إذن قلة قليلة هي من يشكرون الله. يقول عن الجنة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كم نسبة الصابرين اليوم الذين صبروا ابتغاء وجه الله؟ الملحد يصبر على المرض، والكافر يصبر، والحيوان يصبر، ولكن نسبة من يصبر ابتغاء وجه الله مع الرضا كما صبر سيدنا يعقوب فصبر جميل. كم نسبة من يتوكل على الله اليوم؟ كم نسبة من يستعين بالله عز وجل؟ كم نسبة من يرجو لقاء الله وهمه الأول هو لقاء الله عز وجل؟ فتش من حولك، ستجد بالفعل قلة قليلة هم من سينجو من هذا الشيطان، والكثرة الكثيرة هم من سيتبعون هذا الشيطان، وهذا كلام القرآن. الله تعالى يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. طب إبليس ماذا قال؟ قال لله: ولا تجد أكثرهم شاكرين. بالفعل صدق عليهم إبليس ظنه، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فريق، هذه الكلمة تعني عدد قليل جدا من الناس هم من سيفوز بهذه الجنة. لذلك نسأل الله أن نكون منهم، وأنت الآن فرصة أمامك أن تكون منهم أخي الحبيب. لماذا تسير مع الدهماء؟ لماذا تسير مع ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يشكرون، لا يؤمنون؟ لماذا تسير مع الكثرة الكثيرة التي تتبع إبليس والعياذ بالله؟ كن من القلة القليلة التي تتبع النور الذي أنزل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن. اليوم هذا الحديث عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. يعني كم مضى من عمر الكون؟ 13 مليار سنة مثلا أو أكثر ربما. لأول مرة يفتح باب من أبواب السماء وينزل منه نوران على النبي صلى الله عليه وسلم. النوران ينزل بهما ملك، وهذا الملك لم ينزل إلا أيضا هذا اليوم، وأنزل معه النورين. يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم عليه: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك صلى الله عليه وسلم. ما هما؟ قال، دقق معي أخي الحبيب، هذا الحديث مهم، لأن هذا نور، نور يضيء حياتنا،
يمنحك السعادة لا تغفل عنه. قال عليه الصلاة والسلام: الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. إذن النور الأول هو الفاتحة، والنور الثاني آخر آيتين أو ثلاث آيات من سورة البقرة. لن تقرأ بحرف، الملك يقول هكذا للنبي والنبي يبلغنا هذه الرسالة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يعني مثلا عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، ثق تماما أن الله سيهديك إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هنا أخي الحبيب ليس فقط في الآخرة، في الدنيا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. الصراط المستقيم عندما تدعو اهدنا الصراط المستقيم، فإن الله عز وجل يلهمك اتخاذ القرار الصحيح دائما. ما هي مشاكلنا سببها ماذا؟ القرارات الخاطئة. إنسان يقرر أن يسافر إلى بلد ويكون قراره خاطئا ويندم، إنسان يقرر أن يتزوج ويتخذ قرارا خاطئا فيندم ويطلق ويشرد الأولاد إلى آخره ويخسر، إنسان يقوم بعمل أو تجارة ثم يجد أن قراره كان خاطئا. فإذا مشاكلنا أساسها القرارات الخاطئة. فعندما يهديك الله، عندما يهديك الله عز وجل للقرار الصحيح دائما في أخلاقك، في عباداتك، في عملك، في تعاملاتك مع أولادك، مع أهلك، مع الآخرين، فإذا أنت ضمنت الحياة المطمئنة في الدنيا، السعادة المطلقة في الدنيا، وضمنت الفوز برضا الله عز وجل يوم لقائه. فإذا عندما تقرأ سورة الفاتحة يجب أن تستيقن أن كل حرف تقرأه ستنال ما تطلب. أواخر سورة البقرة أخي الحبيب هي ثلاث آيات: لله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا سورة الفاتحة معروفة، هذا هو النور الأول، وهي أعظم سورة في القرآن. إذن أخي الحبيب يجب أن تتخيل وأنت تقرأ الفاتحة أنها نور، وأن هذا النور نزل من السماء على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا النور سيعم حياتك، سيملأ بيتك إذا حرصت على قراءة سورة الفاتحة. سورة البقرة عظيمة جدا، هي أطول سورة في القرآن، وفيها أعظم آية في القرآن، وهي آيات الكرسي، الآية 255. ولكن آخر ثلاث آيات فيهما دعاء عظيم. يعني الآية 284 و85 و86 فيهما دعاء عظيم جدا، وبخاصة في آخر آية: كل حرف تقرأه تعطى مثله. يعني عندما تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هنا يجب أن تدرك رحمة الله وكرم الله ولطف الله بنا، أنه خفف عنا، أن الله لا يكلفك إلا ما تطيق. وهذه يعني ميزة منحنا الله إياها، أكرمنا بها رحمة بنا، لأنه يعلم أن الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. فاتقوا الله ما استطعتم. إذن أنا أقوم بما أمرني الله به قدر استطاعتي بإخلاص. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بالله عليكم، من منا لا يخطئ كل يوم؟ من منا لا ينسى؟
من منا لا تفوته الصلاة أو يفوته الذكر أو يغفل عن الأوراد التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا كل يوم يخطئ؟ من منا لا يخطئ؟ كلنا نخطئ. لذلك أنت عندما تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اعلم أن هذه الآية تمحو أخطاءك كاملة طيلة النهار. لذلك يفضل أن تختم يومك بقراءة خواتيم سورة البقرة، وهي الآيات الأخيرة الثلاثة، لأن خواتيم يعني جمع، وأقل الجمع ثلاثة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تصور أخي الحبيب، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان من لا يلبي نداء الجهاد، وقد يكون بنظرنا اليوم معذور، لديه أطفال صغار، لديه أهل، لديه زوجة، يخاف على أولاده، قد نظنه معذورا، ولكن كان من يتولى أو لا يستجيب للجهاد كانت عقوبته النار، نار جهنم والعياذ بالله، يخرج من الإسلام تماما. فالله عز وجل خفف عنا كثيرا، خفف عنا كثيرا اليوم أن الجهاد أصبح جهاد العلم، جهاد الكلمة، جهاد الكلمة الطيبة، جهاد الإصلاح بين الناس، جهاد أن وقولوا للناس حسنا، جهاد نشر العلم النافع، وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال سيدنا ابن عباس: أي جاهدهم بالقرآن. لذلك أنت عندما تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يجب أن تتخيل أن أخطاءك مسحت بعد هذه الكلمة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني يا رب لا تحملنا شيئا ثقيلا لا نستطيع أن نتحمله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني يا رب خفف عني، خفف عني الهموم، خفف عني الذنوب، خفف عني الديون، أنا لا أطيق هذه الديون، لا أطيق هذا الهم، لا أطيق هذا الظلم، خفف عني. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تحملني شيء لا أطيقه. ويجب أن تستيقن أن الله استجاب دعائك بمجرد أن تقول هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يجب أن يكون عندك ثقة بالله، لا تقرأ هكذا كالببغاء وتمشي، لا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يجب أن تعتقد أن الله بمجرد أنك قلت هذا الكلام عفى عنك، أنت تخلصت من عقدة الذنب، غفر لك ورحمك أيضا. وأخيرا، فانصرنا على القوم الكافرين. سبب مشاكلنا اليوم أيها الأحبة وما يحدث في العالم من كوارث ومشاكل للأسف بخاصة في العالم الإسلامي، سببها أعداء الإسلام، سببها ضعف المسلمين. هذا دعاء أن يهيئ لنا الله أسباب النصر، أسباب القوة، أسباب اتخاذ القرار، أسباب أن نعيش بعزة في هذه الدنيا، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن أخي الحبيب،
ألخص لك هذا اللقاء بكلمات قليلة. أرجو أن تحفظ منذ الآن سورة الفاتحة، كلنا يحفظها، ولكن آخر ثلاث آيات من سورة البقرة معظم، يعني كثير من الناس لا يحفظها. احفظها الآن، اقرأها كل يوم، وبخاصة في آخر النهار في صلاة العشاء مثلا، أو في صلاة قيام الليل، ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. سأختم بهذه الآيات الثلاثة وأرجو أن نحفظها. وأؤكد أنك عندما تقرأ أي حرف من هذه الآيات أن الله سيعطيك ما تطلب. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آية 284. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا لسان حال المؤمن، كلهم أنبياء كرام، لا نفعل مثل بقية الذين يدعون أنهم ينتسبون لسيدنا موسى أو لسيدنا عيسى ويفرقون بين رسل الله. لا، كلهم عباد صالحون معصومون، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إليك الرجوع. يعني يا رب أنا أطلب منك المغفرة وأعلم أن مصيري سيكون بيدك ويكون إليك، وإليك المصير. الآية هاي الآية 285. الآية الأخيرة 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا، وأن يجعل القرآن نورا لنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.